معاك يا كابتن اسلام، مرحب بيك في البدايه. كابتن محمد يوسف طبعا المدرب العام لفريق النادي الاهلي، يا كابتن يوسف النهارده طبعا مبارك لفريق النادي الاهلي، الهدف اتحقق، نقص عددي فني، مفيش سترايكر، مفيش فيرود، اكيد في مهام كتيره جدا. عايز اتكلم بشكل عام على الجيم، بتشوف الجيم النهارده ازاي؟ الحمد لله انا اهم حاجه الثلاث نقط بعد المباراه اللي فاتت. عاده لما بتخسر مباراه لازم اللي بعدها على طول انت بطل وبتحمل لقب، فلازم ان انت ترجع على طول بسرعه، لكن الحمد لله انا بقول الهدف اتحقق. كنا نطمع ان احنا نستغل الفرص اللي جات لنا في الشوط الثاني، جات لنا اكتر من فرصه، لكن الحمد لله ثلاث نقط. مبارك اكيد يمكن طبعا اتوبيس النادي الاهلي اتحرك دلوقتي يا كابتن اسلام، بنشكر اكيد كابتن محمد يوسف ان هو يمكن نزل لنا سريعا كده، حاول ان هو يسجل معانا طبعا، واكيد بنبارك لكابتن يوسف مستر مارتن، مبارك للجميع على هذه المباراه، مباراه فيتا هي المباراه القادمه، خلاص هذه المباراه تم اغلاق صفحتها بالفوز بالاداء بالغيابات بكل شيء فيها، لكن حابين برضو نطمن على جيرالدو محمد محمود ايضا كمان ان شاء الله نطمن عليه، الامور كلها باذن الله يا كابتن اسلام تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي قبل مباراه فيتا كلاب الكونغولي. مع لقاء الكابتن يوسف بتكون انتهت كواليسنا هنا ان شاء الله باذن الله، على امل في اللقاء القادم في مباراه فيتا كلاب الكونغولي. عوده ليك يا كابتن اسلام وكل نجوم الاستوديو التحليلي.